غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مملكة البحرين بعد أن ترأس الاجتماع الخاص لمجلس حكماء المسلمين الذي يقيم على أرض المملكة. وكان معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مقدمة مودعي شيخ الأزهر، حيث أثنى معالي الوزير على الجهود الحثيثة التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر في نشر وسطية الإسلام والفكر المعتدل ومحاربة الغلو والتطرف. يذكر أن مجلس حكماء المسلمين هو هيئة دولية مستقلة تضم عددا من كبار علماء المسلمين حول العالم ممن يوصفون بالوسطية، يرأسها إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب. ويهدف المجلس إلى تحقيق السلم والتعايش في العالم الإسلامي ومحاربة الطائفية، ويتخذ من أبوظبي مقرا له، وقد تم تأسيسه في 19 من شهر يوليو عام 2014.